بس قبل هذا يعني المحكمة تسألك سؤال بالنسبة لأعضاء أعضاء المحكمة، هم كانوا من الحقوقيين أو ضباط جيش أو من؟ سيدي حقوقيين منتدبين للجيش. حقوقيين منتدبين للجيش. للجيش نعم، يعني هم خريجين الحقوق وقانونيين ولكن منتدبين للجيش بسبب ظروف الظروف اللي كان يمر بها العراق، ولا هم كلهم حقوقيين وحاصلين على شهادة القانون و يعني كلهم مارسوا القانون والقضاء. زين انتم تحال عليكم القضايا السياسية والقضايا الحسبية لو كل القضايا بصورة عامة؟ سيدي تحال علينا جرائم القتل، جرائم السرقة، جرائم الرشوة، جرائم الاختلاس، جرائم الاغتصاب، جرائم المتاجرة بالمخدرات، وتحال علينا القضايا السياسية. اي بدر ضباط الحقوقيين صنفهم حقوقي بالجهاد. انت قلت صنفهم حقوقي من 83 الى 91 مو؟ نعم. شنو رئيس المحكمة؟ نعم. بالنسبة للقضايا الافراج نعم تتذكر يعني بها يعني متهمين تم افراج عنهم بقضايا سياسية امام هذه المحكمة؟ سيدي هسه ضربت لك مثل يعني هاي واحد من انتماء لحزب الدعوة. أيه؟ نعم يعني مو وحدة سيدي، يعني مو بصورة عامة مو وحدة يعني كثير يعني، والله يشهد كنا نفرح عندما يفرج عن المتهم ونبحث عن الحقيقة ونتمنى العراقي ان يرجع العائلة. تتمنى شنو؟ يرجع العائلة اذا كان هو ما عنده شيء، واذا كان سيدي عنده شيء اي يعني نحكم بقدر فعله مع النظرة العراقية للعراقي، يعني كنا ننظر بكون هذا عراقي وعائلة وراء يعني اهل يعني، فكنا ننظر نعطي العقوبة اللي تتناسب فعله بالحد الادنى وليس بالحد الاعلى في العقوبة، فكنا يعني نتمنى ان يطلع المتهم بريء حتى نفرج عنه، واذا توفرت الادلة عليه طبعا القاضي لا يستطيع ان يفرج عن المتهم عندما توفر الادلة. انت على ما تتذكر نعم بخصوص قضية الدجيل نعم هل صدرت فيها احكام بالبراءة او بالافراج عن المتهمين اللي احالوهم على محكمتكم؟ لا تتذكر بيهم يعني؟ لا المتهمين كلهم كلهم انحكموا، لان هو ما هم كان سيد الموقوفين او المحتجزين اعداد اكبر من المحالين، فحيل فقط من اشترك في المحاولة، اما الاخرين فبقوا محجوزين وبعدين اطلق سراحهم، فحيل من ثبت لدى التحقيق أنه اشترك في المحاولة، فقاضي التحقيق ثبت من هم اللي اشتركوا وانحالوا بموجب اعترافات مصدقة من قاضي التحقيق المخابرات، ثم جاءت إلى دائرة السلامة الوطنية في حين اللي هي الدائرة القانونية في الرئاسة ودققت ذلك، ومن ثم حل المحكمة، والمحكمة تأكدت من اشتراكهم من خلال اعترافهم أمام المحكمة. يعني أنتم كنتوا بالأصل يعني بالأصل تعتمدون على التهمة المثبتة في الأوراق التحقيقية وتم إجراء المحاكمة على ضوء الأوراق التحقيقية من دون تدقيقات من قبل محكمتكم؟ لا سيدي احنا لا، جاوبني سؤال محدد. نعم لا سيدي احنا ندقق، بس قصدي أوضح لك بأن هم اعترفوا أمام قاضي التحقيق، والاعتراف أمام قاضي التحقيق سيادتك يعرف يعني إلى قيمة، ثم أحيلوا للدائرة السلامة الوطنية ودققوا اعترافهم، وبعد ما تأكدوا من ذلك لأن الدار القانونية كما بينت سيادتك وبين موكلي بأنها كانت تحوي خيرة قضاة العراق، أعضاء محكمة التمييز، نواب رئيس محكمة التمييز، أحسن القضاة كانوا موجودين في دار السلام الوطنية والدار القانونية، فمن يدققون بقانونية وبإنصاف، حالة أننا دققنا احنا ودونا أقوال المتهمين واعترفوا أمامنا، وسيدي لو الإضبارة التحقيقية إضبارة القضية أمامك كان ممكن تكون عندك صورة واضحة، فأنا أشعر يعني بظلم عندما تكون الإضبارة غير موجودة، يعني هي الإضبارة أنا هي 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 دليل على براعتي، فإذا الإضبارة ما موجودة سيدي شلون أقدر أنا يعني أناقش الموضوع من، فليش سيدي ما تجيبون الإضبارة حتى تكون أنت بالصورة والمحكمة وأنا ما أقدر أطمئن إلى نفسي.